السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم الجنة مقعدا. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس بي اتش بي فروم سكراتش. بداية كده نستارت الاباتشي ونستارت الماسيكول من الاكزامب، وبعد كده نفتح صفحة البيزكس بي اتش بي. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد ومهم وهنستمر فيه بعض الحلقات. بيتكلمنا عن حاجة اسمها الاكسبريشن. اسمها الاكسبريشن. الاكسبريشن ده بيقول لك اذا فريز بي ريبريزنتنج، ده تعبير بيعرض a particular action in a program. جميل جدا جدا جدا. ده بيقول لك ايه؟ ده is a phrase، تعبير بيعرض لك ايه؟ بيعرض لك ال particular action فين في البروجرام بتاعتك. زي مثلا ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال، زي مثلا هنا انا عندي هنا متغير ايه بيساوي القيمة 5. ده في حد ذاته تعبير. ده التعبير ده معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل assign للمتغير اللي اسمه ايه by value ايه القيمة ايه 5، بواسطة القيمة ايه 5. ده معناه ان انا بassign القيمة 5 لايه؟ للمتغير اللي اسمه ايه. مثلا على سبيل المثال ده بيتقال على expression، كل ده على بعض اسمه expression. عندي مثلا على سبيل المثال متغير ايه بيساوي مثلا على سبيل المثال 2 زائد 5. 2 زائد 5 ده معناه الاكسبريشن ده اللي على بعضه، اللي انا باساين للمتغير ايه الفاليو اللي هي عباره عن اريثماتيك اوبريشن، وهنتكلم يعني في الحلقات الجايه عن الاريثماتيك اوبريشن. اللي انا بعمل ايه ال 2 زائد 5، العمليه اللي اسمها 2 زائد 5 دي كلها ايه؟ دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ اكسبريشن. دي كلها على بعضها اسمها اكسبريشن. فجي قال لك ان الاكسبريشن ده في تعريفه قال لك كده كل الاكسبريشن at least على الاقل consists of، بتتكون من one operand and one or more operator. ايه ده بقى الكلام اللي بتقوله؟ ايه الاوبراند بقى ده وايه الاوبريتور ده؟ قال لك الاوبراندز دي قال لك ديت ايه are the operand are the input ايه of the expression. ديت الانبوت الموجوده في الاكسبريشن بتاعتك. زي ايه مثلا؟ زي مثلا هنا عندنا المتغير ايه. المتغير ايه ده ايه؟ ده يعتبر operand. زي مثلا هنا على سبيل عندي المتغير هنا، وليكن عندي متغير ايه بيساوي المتغير بي زائد المتغير سي. المتغير سي ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايه ده operand، وده بيتقال عليه والبي هنا في نفس الوقت operand، والسي ده في نفس الوقت ايه operand، والسي في نفس الوقت operand. يعني الاوبراند دي ايه؟ دي الانبوت الايه الموجوده في الاكسبريشن بتاعتي، زي الاي والبي والسي، زي المتغيرات اللي موجوده عندي كده، زي المتغيرات اللي موجوده عندي. طب ايه الاوبريتورز؟ قال لك الاوبريتور ده اذا سيمبل، ده سيمبل ذات سبيسيفيز بيحدد ايه a particular action in expression. زي مثلا لما خدنا كده من شويه مثلا على سبيل المثال الايه المتغير ايه بيساوي القيمه 3 زائد القيمه مثلا 8 زائد القيمه 8. فايه هنا الاوبريتور بتاعنا اللي هو اللي بيحدد لي الاكشن بتاعي اللي هو الايه اللي هو البلس، بيحدد لي ان المتغير ايه بتاعي بيساوي القيمه 3 زائد القيمه 8. يبقى هنا على سبيل المثال الاوبريتور بتاعي اللي هو البلس. زي مثلا الاوبريتور بتاعي الماينس، الاوبريتور بتاعي مثلا ايه علامه الاساين نفسها، علامه الايكوال دي نفسها، دي اوبريتور بتاعي. ليه؟ لانها حددت لي اكشن، حددت لي ان انا هنا مثلا على سبيل المثال عملت اساين للقيمه 5، عملت اساين للمتغير ايه بالقيمه 5، عملت اساين للمتغير ايه للقيمه 5. يعني هنا حددت لي الاكشن بتاعي اللي انا عامله فين في الاكسبريشن، اللي عامله فين في الاكسبريشن. يبقى كده ملخص الحلقه بتاعتنا ديت، اللي احنا عندنا حاجه اسمها اكسبريشن. Expression ده is a phrase representing a particular action in a program. بيعرض لي ايه او بيعرض لي الاكشن بتاعتي اللي في البروجرام. زي مثلا هنا ما عملت ايه، قلت له انا عندي متغير اسمه ايه بيساوي القيمه مثلا 12، بيساوي القيمه 12. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت assign ده expression، الهدف منه ايه؟ اللي انا assign للمتغير ايه القيمه 12، assign للمتغير ايه القيمه
12. السائل المتغير ايه؟ القيمة 12. جميل جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا اي اكسبريشن، بنعيد الكلام تاني اهو، اي اكسبريشن بيتكون على الاقل خالص من one operand and one or more expression، من one operand and one or more ايه، and one operand and one or more ايه operators. زي مثلا على سبيل المثال لما قلنا مثلا المتغير ايه بيساوي المتغير بي زائد المتغير سي، متغير بي زائد المتغير ايه سي. جميل جدا. هنا مثلا الاوبرند بتاعي اللي هو ايه، هنا الاوبرند بتاعي اللي هو ايه، اللي هو المعاملات بتاعتي اللي هو مثلا زي الايه، زي مثلا المتغير بي زي المتغير سي زي الكلام ده كله. اما ايه الاوبريتور زي ما قلنا، علامه الجمع، علامه مثلا الطرح، علامه الايكوال، علام الحاجات اللي هناخدها مع بعض ان شاء الله اربع مين. احنا هنتكلم عن الاوبريتورز بشكل عام، وفي حاجه اسمها الاولويات الاوبريتور، ازاي بتتكلم في اللي زي بتتنفذ الاوبريتور في الكومبايلر بتاعك، الحاجات دي هناخدها مع بعض ان شاء الله اربع مين. ولهنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.